معكم عبد الشباب، معكم شركيات شركيات كيف جالكم فيديو جديد. طيب شباب، حاليا احنا الساعة 10:40 توقيت الامارات، 49 توقيت السعودية. تقريبا بعد ساعة من وقت ما تشوفوا، من وقت ما راح تشوفوا هالفيديو، راح يكون في بث مباشر. بس تفاجأت حاليا انه نزل اعلان جديد، صراحة شفته على تويتر اول شيء، ما شفته للحين. بس خلينا نوقفه، ما نبي نحرق حالنا. لا اي اوكي، شفته على تويتر كاتبين شخصية اوترايدر للمولتي بلاير هترجع، مناطق جديدة بالبلاك اوت ومابين للمولتي بلاير، وشخصية شخصية جديدة للبلاك اوت. ما جابوا اي شيء عن الزومبي، فما اتوقع اشوف اي شيء له علاقة بالزومبي بالاعلان. بس خلنا نشوف، خلنا نشوف. فا ليتس سي ذس. هاي على قناة كول اوف ديوتي عربي. بيجي 18. اوكي، سيارات شرطة وحسة جي تي اي صارت. اوكي، هل شخصية من ديد اوبس اركيد؟ من ديد اوبس اركيد شخصية الزومبي، مراكب كلها شرطة وهيك، كأنها باتل فيلد هارد لاين او جي تي اي. اوكي، لازم نشوف شيء عن باريد. اوكي، هاد باريد ميستي اوترايدر. هاي الماب الملتي بلاير ماب ساندو، بس كيف اوترايدر بالبلاك اوت؟ بس بلاك اوت السبيشالست بس شكل بدون خاصياتهم، ممكن سلاح بو بالبلاك اوت شخصية اوترايدر. بروتوس بيلعب بيريد وبيستي. واو، هاي مابات المولتي بلاير. اوكي، الماب نفس التسريب كازينو. للحين ماني بتخيل ميستي وبارد، كل شيء تسريبات طلعت صح. بس لما ها سلاح جديد، لما تسمعها تسريبات غير لما تشوفها بعيونك. او هذا سكين لشخصية نوماد بالمولتي بلاير، خرافي طالع. اوكي، وهذا الماب الثاني جو رهيب، كأنه ماب هاي رايس من مودرن وورفير 2، نفس السطح حاد ونفس المكان اللي تحته. ايش بعد ماب هاي رايس؟ الغوريلا اتف البلاك اوت، هالغوريلا تبع ال ديد اوف ساركيد. شخصية رهيبة والله، شخصية شرطة واسلحة جديدة. ما في شيء زومبي، ما في شيء زومبي، زومبي مو زومبي بالبلاك اوت، زومبي زومبي ما في شيء زومبي. اوكي، وات 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 ابطا سبيد، حط ابطا شيء كذا يعني شوي تو ماتش. اوكي، بلاك اوت بالله، خلني احط الوضوح اتش دي. ليش قاعد اشوف على وضوح؟ احط وضوح اتش دي اكثر، ثواني. اوكي، بلاك اوت بالليل، بلاك اوت بلود اوف ذا ديد، بلود اوف ذا ديد في البلاك اوت، بلود اوف ذا ديد شفتها مبلا، بدي اورجيكم اياها ثواني. حيضيفوا بلود اوف ذا ديد للبلاك اوت. اوكي، هاي السما بالليل، هاي بلاك اوت، بلود اوف ذا ديد في البلاك اوت، قاعدين ينزلوا عليها باراشوت. واو، شيء خرافي الصراحة. طيب في شيء كمان صح؟ او هاي زومبي، بس زومبي عادي صح؟ اوكي، يعني حرفيا ما في شيء زومبي، بس في زومبيز في البلاك اوت اكثر من محتوى الزومبي اللي عندنا. يا بيريد بالبلاك اوت، بلود اوف ذا ديد بالبلاك اوت، ميستي بالبلاك اوت، شخصية غوريلا تبع ديد اوبس اركيد بالبلاك اوت. يعني محبين الزومبي روحوا العبوا بلاك اوت، ما ادري صراحة وين محتوى الزومبي. طيب طيب، متأمل انه على الساعة 12 بالليل يكونوا مخبين مفاجأة الزومبي، اللي هي كان بعد ساعة تقريبا يكونوا مخبين مفاجأة الزومبي. اتمنى هالشيء صراحة، لانه في جيسون بلاندل وفي كريغ هيوستن بالبث، ما راح يجوا يتكلموا عن البلاك اوت، فنستنى ونشوف. بس صراحه شيء حلو، يعني البلاك اوت صاير خرافي.
وصح ممكن الفيديو عملته اليوم انه نلعب شخصيات ترانزيت, ممكن الكلام يكون صحيح انه شخصيات ترانزيت اوريدي موجودين خلاص, هاي ميستي موجوده ونلعب ببروتوس. نسيت الكلام, بروتوس بالبلاك اوت, بلاك اوت ناقصه شغلتين ويصير شيء رهيب, يكون مجاني ويزبطوا البينج للشرق الاوسط, لانه الشرق الاوسط نلعب بينج عالي, زومبي ملتي بلاير البينج اوكي بس البلاك اوت لا. طيب بعد ما بيطول الفيديو اكثر من هيك, نشوفكم بعد ساعة في البث المباشر. هبدأ البث تقريبا بعد ساعة قبل البث تبعهم بخمس عشر دقائق, رح أبدأ البث تبعي, فيلا نشوفكم.